مساء الخير يا جماعه، معاكم احمد ابراهيم. فيديو جديد من سلسله دردشه. فيديو جديد من سلسله دردشه. النهارده هعمل مقابله مع البرنس صديقي. لا بلاش البرنس، معلش مفيش ارقام خالص، اخش في الموضوع. بلاش البرنس. طيب ماشي. ايه صحيح يا بابا، انت ايه اسمك ايه في العالم؟ البرنس. النهارده اول فيديو في سلسله دردشه، هيبقى معايا النهارده محمد صاحبي. هنتكلم عن الايفون وهنقارن بينه وبين الوان بلس، وهنشوف اذا كان ايه افضل للشراء لو انت بتدور على حاجه. ازيك يا بابا، عامل ايه؟ ازيك يا بابا، ايه الاخبار؟ كله تمام، سلم عليا. عامل ايه؟ القصه باختصار، عايزين نتكلم في الايفون والاندرويد عموما. يعني انا جايب لك جهاز من افضل الاجهزه، طبعا معروف الوان بلس معروف. الله يعينك. لا 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 بس فعايزين نتكلم، يعني انت ايه اللي يخليك تجيب ايفون؟ الجهاز ده بكامل او الجهاز ده ايه؟ ده ايفون 8 بلس. اوكي، سعره كام دلوقتي لو انا عايز اشتريه من سوق كوم مثلا؟ حدود 11 مثلا. الوان بلس نفس السعر على سوق الايفون. ايه عيوبه او ايه اكتر ميزه انت مفتقدها فيه؟ اكتر حاجه مفتقدها فيه لمبه النوتيفيكيشن. مفيش اي حاجه تانية ناقصه عندك غير لمبه النوتيفيكيشن؟ فيه بس استنى احاول افتكرها. اليوتيوب ما بيشتغلش في الخلفيه. دي برضه حاجه مفتقده. طب ما اليوتيوب ما بيشتغلش في خلفيه في معظم الاجهزه ولا في الاندرويد؟ الاندرويد عشان شغاله بيبقى برنامج بره الماركت، يعني سكه خلفيه شويه. ما هنا ما فيش بقى سكه خلفيه، ودي مهمه يعني اليوتيوب في خلفيه. لا دي يعني عشان انت سالتني ايه اكتر حاجه مفتقدها، فيعني ما فيش غير الاثنين دول مجامله ليك. الوان بلس اطول شويه، الايفون اعرض. يعني انت شايف ان عادي تدفع 10,000 في جهاز مثلا الفريم بتاعه كبير وفي نفس الوقت وزنه كبير وحجمه كبير، شاشه 5.5 في جهاز بالشكل ده، دي حاجه ما تاثرش على قرارك انت بتشتري؟ لا هو الحجم مش يعني الفريم شايفه مش كبير قوي، يعني ده هي يا دوبك عقله من فوق وعقله من تحت، يعني ما تقدرش اقول. الموبايل فيه كام عقله؟ لا في كتير، تعالى نعده. عقلتين مش حاجه، يعني مش حاجه في تاريخ الامم طبعا. لا ما حصلش حاجه، يعني مش مشكله. طب لو انت ما بتهتمش بالشاشه تبقى كبيره او ان هي اولد او مش اولد او الكلام ده، بتهتم بايه؟ هقول لك، انت قصدك الشاشه كبيره وصغيره وكده؟ يعني ايه اكتر حاجه بتهتم بيها خلتك تجيب الايفون؟ بهتم بالكاميرا، الكاميرا بتاعت الايفون حلوه. لا وانا بحب بصراحه ماسكه الايفون، يعني الايفون ماسكته في الايد انا مرتاح لها. هو نحيف شويه الصراحه، نحيف عندها شويه، يعني ايفون انحف شويه المسكه بتاعته بس. دي اكتر ما انت لو الجهاز فريمه صغر مسكته تبقى احسن. انا مش عارف الفريم ضايقك في ايه. مش الفريم ده بيصب في المسكه في الاخر؟ مش مضايقاني بصراحه. مفيش حاجه ازعجتك فيه وانت بتستخدمه، حاجه افتقدتها كانت موجوده في الاندرويد؟ عارف ان انت كان معاك زمان بس ايام السامسونج. هي ممكن لمبه النوتيفيكيشن دي ببقى مفتقدها فعلا، ببقى محتاج اعرف التليفون بيشحن ولا لا، في مسج جالي ولا لا، بس فدي اكتر حاجه مضايقاني فيه. تفتكر مش موجوده ليه لغايه دلوقتي؟ اكيد هم صح. لو انا معايا اغنيه عايز ابعتها لك مثلا دلوقتي واحنا قاعدين، اغنيه على الموبايل، ايه اسهل طريقه ابعتها لك بيها؟ لا ما تبعتليش اغاني. ليه؟ الاغاني حرام. في العربيه ولا في الموبايل؟ لا على الموبايل بس. حرام، انا بسمع اغاني عادي. يعني عادي ادفع 10,000 في جهاز ما فيهوش كل الكلام ده؟ عادي. ما بتحتاجش تسجل مكالمات احيانا؟ لا. هتنسى مثلا حاجه، طلبات بتطلب، اتصل بيه تاني اقول له فكرني عادي. ما انا ممكن اقول لك كاميرا حلوه ضد الميه، شحن لاسلكي، دول سبيكر، مش هنخلص يعني. بس الحاجات اللي ناقصه عندك اكتر بكتير. مش عامله لي مشكله. يمكن عشان انت سطحي شويه. لا عشان انا عملي اكتر. عملي ازاي؟ يعني الحاجات دي مش فارقه معايا. الله قطعة انت قفشت يا صاحبي. مش مهم، حاجات مش مهمة. امال ايه اللي مهم؟ المهم يا اخويا. طب ممكن نقارن الكاميرات؟ اتفضل. ماشي اوكي، بس بأمانة. لا ما تقلقش. السيلفي؟ اوكي، نبدأ بالرخيص ده. شوف بقى الكاميرا الحلوة دي. اللهم صل على النبي. صلى الله عليه وسلم. قول مين أحسن؟ هنا الألوان الأيفون حقيقية طبعا. طبعا. هنا تحس إن في فلتر. لا هي هو بصراحة يعني لا هو الايفون احسن، يعني ظابط الصوره، يعني مطلعها حلو. لا انا مش معاك في ان هي مش حقيقيه. يعني هي دي اللي متفلتره. بس هي الفكره ان هي حلوه. ماشي ما اختلفناش، يعني انت اتفقت معايا ان صوره الايفون احلى.
من ناحية أحلى. أحلى. طيب خلاص أوكي. إيه تاني؟ جرب الكاميرا الخلفية. مفيش مقارنة طبعا. ولا فيه؟ هي دي عاملة كده ليه؟ مشبرة شوية. مشبرة ليه؟ لو الصورة اللي طلعت دي حقيقية يا بوب يبقى الون بلس مفهوش كف. مين؟ أنت شايف إيه؟ أنا محتار. يا راجل يا راجل حرام عليك. أنا محتار. أنا في غاية أنا في غاية الحيرة. ما تجادلش باينة يعني. معالجة الصورة، معالجة الصورة حلوة إنما هنا الكاميرا. أي كلام. أنت عارف إن تصوير الفيديو هنا سيء جدا؟ أكيد مش من غير ما تقول. ليه من غير ما تقول؟ طبعا معروفة باينة يعني. بس هيتعالج في الأبديت إن شاء الله. يا مسهل يا رب. يا رب. بص دي آخر تجربة ويعني المقارنة هنشغل كذا برنامج، أولا فضيلي خلفية وإيه ونشغل برامج من الأساسية. ماشي. ونقارن. اوكي. معلش يا جماعه دي مش عارفه تطلع لكم ولا لا، بس ممكن ايه تبان كده في الكاميرا. ايه اللي حصل؟ تاني معلش تاني. لا ايه اللي تاني؟ تاني فتح والله الاول. هو اللي مين اللي فتح الاول؟ طب جرب تاني، جرب تاني. ياض مديك الفيرمات بس، والله مديك الفيرمات بس ان انا ما احملش الحاجات. ما دي بقى البرمجه بتاعت الفون بيشتغلوكوا في الانيميشن. اهو. اهو ايه؟ اهو انا ماليش دعوه، المهم ماليش دعوه بايه؟ مين فتح الاول؟ كلمه حق بس عشان ايه نظبط الدنيا. انا ما فرقتش سنتين يعني. انت اي حاجه فيها اتنين عندك بقى عادي بسيطه سهله يعني. احنا هنفتح كروم ماشي. بس احنا الكروم عشان نفتحه لازم ايه نقفل التابات خلاص، وبعدين نفضي كل حاجه. ممكن اقفل لك التابات؟ تقفل ازاي؟ يعني لا لا المدعو ده المدعو ايه يا باشا؟ هادي واحد اتنين اهو. ايه المشكلة؟ اتفضل. عايز تقفل التاب؟ اوعى بس اوعى هات تاتش بايظ. زي بعض؟ لا بالله عليك؟ الايفون فتح اسرع طبعا. جرب تاني. بجد والله شفتها كده؟ زي بعض. زي بعض. طيب جي سي مارينا. ايفون اسرع طبعا. ما ده عشان واي فاي وانت 3G. ماشي. تمام. كان فاتح 3G في اليوتيوب. يعني اشمعنى اسرع هنا وابطا هنا؟ لا اليوتيوب بيبقى بريلودد. اي كلام ده اي كلام. محمل مسبقا من الداتا القديمه. ده عشان موقع جديد. الكاميرا. لا الكاميرا. الكاميرا نشوفها بتحمل في قد ايه. اوكي. مش عارف. نجرب تاني. زي بعض. ماشي. قلنا مبسوط. تاني مفيش مقارنة. لا ايفون اسرع حاجة بسيطة. في البرنامج بتاعكم. هو احنا مش عملناها على القهوة قبل كده ولون بلس كسب؟ لا مش فاكر. انقذك من الموت قبل كده؟ هو مين ده؟ الايفون. مش فاهم السؤال. يعني الايفون كل سنه يقول لك انقذ واحد من الموت مش عارف ايه. حتى السنه اللي فاتت ساعه ابل انقذت واحد عجوز. انقذته من الموت؟ وقع. وبعدين هي متبرمجه ان لما صاحبها يقع تتصل بالاسعاف وتبعت لهم اللوكيشن. وعملت كده. انقذك بقى من الموت قبل كده؟ لا. مثلا هنا في سهوله الاستخدام، مثلا تخبط على الشاشه. هنا مفيش تخبط على الشاشه. الفريم. تاني ممكن تكتب حرف على الشاشه. يعمل لك حاجه، شغل فلاش، يفتح برنامج. الرخص، الحاجات الرخيصه اللي بتاعت الصيني. قصدك كده ولا قصدك؟ قصدي كده. ايوه هي الحاجات الرخيصه دي. ايه رايك فيها؟ لا مش ما هي رخيصه. مش فارقه معايا طبعا. طب انا ممكن اعد لك مميزات كتير مش موجوده في الايفون مثلا. انت ممكن تعد لي حاجه موجوده في الايفون مش موجوده في الاندرويد؟ طبعا حاجات كتير جدا. ايه؟ السلاسه بتاعت السلاسه بتاعت التليفون. ايه السلاسه دي؟ سلس. السلاسه دي لا مؤاخذه هم قالوا لنا كده. جهاز سلس. السلاسه بتاعت التليفون. البرايفسي بتاعه قوي جدا. لا ما تهزرش. ليه؟ ما انت عارف. انا عارف. ايه؟ عارف وانا عارف. لا انت والفضيحه بتاعت كيت ابتون والناس اللي تسرب لها الكلاود، الصور اللي على الكلاود مش على الموبايل. كلاود. لا ده كان حوار كده وخلص. خلص على ايه؟ مش عارف. هوب البت فضلت بسطورة لغاية ما جابت الايفون. لو مشهورة وفي اتنين ممثلين تانيين بس مش عايز اقول اساميهم. ربنا يولي من يصلح. طب يا بوب هشتري ليه في الاخر؟ يعني لو انت عايز تقنعني سيل مي ذيس بن، بيع لي التليفون، هشتري ليه؟
نتكلم بجد شويه بقى. اه بجد والله. لو يعني ده الجد بتاعك اصبر. لا هو في حته بصراحه ليها مقابل بالنسبه لي، يعني لو مفيش يعني لو ملهاش مقابل عندك هتبقى فكره مش صح ان انت تجيب ايفون. انا بستشك شكله وبستشك الظهر بتاعه اكتر كمان من الوش. فدي عندي بالنسبه لي ليها مقابل. يعني تفاحه ليها دخل في الموضوع ده؟ اه طبعا طبعا، انا بحب الشكل ده جدا، شكل التفاح. اه بحبه جدا، بحب الظهر وبحب شكله وبس، يعني بحب المنظر ده. هو ناجح هو ناجح كبراندنج طبعا يعني. اه ده انا في يعني ده انا ممكن ادفع فيه فلوس عشان الشكل بس بتاع الظهر بالنسبه لي يعني. لا معاك، اي حد بيدفع فلوس في اي حاجه هو معاه حق ما دام عاجبه. اي حاجه تؤدي لاي حاجه. اه انا لاحظت حاجه هنا في الموبايل لما اجي اعمل بلوك لاي حد انه ما بيبانش خالص اذا كان هو اتصل بيا، حاول يتصل بيا قبل كده ولا لا، ما بعرفش عنه حاجه خالص. ما فيش اي مكان في الموبايل يبقى خالص يسجل خالص ان هو اتصل؟ لا لا ما فيش خالص. انت عارف ان انت في الاندرويد لو عامل بلوك لحد هو الاندرويد بيعمل بلوك؟ لا الاندرويد ابو البلوك. لما بيعمل بلوك لحد بيبقى لا بيبقى في اماكن متسجل فيها الموضوع. انا مش عايز اقول لك اوقات لما بعمل بلوك بيجي نوتيفيكيشن، الجرس بيبقى صوته اعلى لما بتعمل بلوك. يا رب انت منورنا. كنت متخيل ان الاندرويد هيكسب على الاقل في السرعه. والله والكاميرا يعني احنا مش عملنا حاجات دي قبل كده وما جاتش اهو، احنا عملناها قدام الناس. طب يا جماعه شكرا، نورنا بوب وخطوه عزيزه، وشكرا ان انت لبيت الدعوه. الله يخليك حبيبي. الله يخليك. باي باي. اشكرك. اتفضل. السلام عليكم. خد الباب في ايدك. ماشي.